انت استاذ فؤاد نجم النجوم في المسرح، هل انت كده في السينما؟ لا طبعا. من فضلك اشرح لي ليه. مالهاش ليه، دي مالهاش ليه. انا بيعرض عليا شيء تمام اقوله في السينما ما تعرفش عليه. العمل اللي بعمله في السينما طبعا بيبقى نمكي برضه زي المسرح. هنا ما تعرفش عليه، مفيش حد، محدش عرف يفكر السينما. ايوه اسم الله عليك. ازاي من اين تؤكل الكتف في فؤاد المهندس في السينما؟ ازاي ازاي اكله؟ ببساطه شديده جدا. مش معنى في المسرح، طب ما هو فؤاد المهندس هو هو. صح، ما مش هو. انا متخيل ان الاله في السينما ممكن تحد من طاقه الممثل. الايه؟ الاله يعني. طبعا طبعا. لها 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 جانب كبير قوي. نعم. في ده. لان في المسرح انت منطلق. طبعا لا شيء يحدك. لا لا ومالكش سقف. لا لا تمام. لا تمام. استاذ عادل ادهم، هل تعتقد ان فؤاد المهندس متالف مع عدسات السينما بشده؟ هو بيخاف منها لانها ما بتديلوش زي ما ادت له الاول. ده سر مهم ده. ما بتديلوش. ازاي بيخاف منها؟ وضح لي من فضلك. ما هو السينما بتعري الروح، يعني الواحد لو ما كانش واقف على اساس سليم هيجيب منين؟ انت بتخاف من كاميرات السينما؟ طبعا كلنا بنخاف. فؤاد المهندس خوفه من كاميرات السينما ليه مظهر؟ الخوف؟ الخوف اللي هو اساسا ما بيجدش النص اللي يليخ بيه، اللي بيقابل بيه الناس، اللي تعود ان يعطيه للناس، ما هوش موجود يعني. انت قصدك تقول ان هو القلق، قلق الفنان؟ قلق الفني ده لازم، ده دائما موجود. لكن خوف فؤاد المهندس من عدسات السينما ليه مظهر معين؟ دي شكل يعني. واضح انه بيهرب مننا وبيجي المسرح. واضح انه بيهرب من السينما وبيجي المسرح. وبيجي المسرح. المسرح اساسه. اساسه يعني. يعني انت ترى ان فؤاد المهندس يعامل على اساس انه فنان مسرح. فنان مسرح وسينما ايضا. نعم. بس لما ما بيلاقيش النص اللي يواجه به الناس او الشيء اللي يليق به، فبيقدر على المسرح، لان هو بيبقى لوحده على المسرح بيقدر يقول حاجه. مش عارف، انا عايز اقول ان فؤاد لحد النهارده ما خدناش منه اللي موجود فيه. فؤاد عنده كتير مواهب كتير، وخصوصا الاعمال الاستعراضيه. احنا ما يعني ما كسبناش من فؤاد كتير في، سواء كان مسرحيات استعراضية أو أفلام استعراضية أو ما استفدناش من فؤاد كتير، لأن فؤاد عنده كتير 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 جدا وما استفدناش منه. ويا ريت تتضافر الجهود علشان نقدم فؤاد ونطلع منه كل اللي أنا عارفه عن فؤاد. أنت مقل ليه في التلفزيون؟ ما فيش حاجة كويسة. بس لم يعرض علي عمل جيد. هل انت مدرك قد ايه خطورة الشاشة الصغيرة في ان تنقل فؤاد المهندس الفنان؟ طبعا مدرك. مدرك. ومع ذلك معذبك ان ما فيش نص على مستوى. ما تنقلش اي عمل. ما تنقلش اي حاجة. تنقل العمل الجيد لفؤاد المهندس، حتى يكون فؤاد المهندس دائما في ذهن المتفرج في الحتة بتاعته. انت بتخاف على ايه عند جمهورك؟ بخاف على ايه يعني؟ مش فاهم. بتخاف على ايه في يعني فيك كفنان؟ بتخاف تقل عن مستواك؟ أمار. بتخاف من النص؟ يعني بتعمل اعتبار كبير لجمهورك في ايه وايه وايه؟ الورق. 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 الورق ده جيد؟ يبقى العمل جيد. ليه بتقولها بحصرة كده؟ كده لان مفيش ورق. مفيش ورق. مفيش ورق جيد. هل صحيح انك انت حبيت تمثل شخصيات تاريخية ومنها هتلر؟ ده انا بتمنى. تتمنى امثل هتلر. اشمعنى؟ ما اعرفش. لا لازم تقول لي، لازم اعرف. انا بحب هتلر قوي. اصلا انا واخد بالي انك انت بتحب الاسد وبتحب النسر في الحيوانات. ايوه. وبتحب المرأة القوية. ايوه. وبتحب النازي هتلر. النازي هتلر. عايز اعرف ليه. مش هاخده من جهه الناس. بلاش. لا لا لا. امال ايه؟ انا باخده من وجهه النظر اللايت الظريفه اللي في حياته. هل في حياه هتلر جانب معين انت عارفه؟ ايه هو؟ كان ياكل مكرونه احسن من موسوليني. طب ازاي عرفت ده؟ وكانت دي عقده موسوليني.
انه ياكل مكرونه ياكل مكرونه وده طلياني ده بتاع المكرونه نعم موسوليني نعم انما هتلر كان ياكل المكرونه احسن من موسوليني ودي كانت معقده موسوليني في حياته.